همي وحدي همي همك أنا منك وأنت مني همي همك محمد لا تقول همي وحدي همي همك أنا منك وأنت مني انت لو عشت همي وانا لو عشت همك صارت الدنيا احلى وخف همي وهمك انت لو عشت همي وانا لو عشت همك صارت الدنيا احلى وخف همي وهمك همي همك لا تقول همي وحدي عمتي راشد فارس ونشمي وما ينعاب ومن أجاويد العرب وكل بنات الديرة تتمنى لكن راشد نفسه أخوي ويشهد الله أني أعزة معزة الأخت لأخوها إيه وعد بس راشد أترجاش يا عمة راشد أخوي ورح يظل أخوي كما قلت لك سيدي أن الشيخ داري طردنا وأهاننا كما طرد الشيخ إناد وهو قريبه وصهره سيدي أنا لم أعد أتحمل وجود الشيخ زاري أريد أن أتخلص منه وبسرعة كم أتمنى التخلص من الشيخ زاري ولكن كيف؟ أنا أقول لك كيف مساعد أضي إلى مكتبك أمرك سيدي سيدي لدي ماء لا تخر الخطة أقصد خطة لا تخر الماء وذلك للتخلص من الشيخ زاري وبغير أيدينا هناك شخص يبادلنا نفس الكراهية للشيخ زاري من هو؟ الشيخ إناد اسمعي يا وعد رايش براشد على عيني وراسي
وانتي من حقش تختارين الرجال اللي تريدين. لكن يا وعد، خاطري أذكرش مرة واثنين وثلاث شقد إن راشد يهواش وأبد ما يريد بنت سواش. يا وعد، أنا خايفة إن راشد يظل ينتظرش، وأنا أم خاطرها تفرح بولدها. فكري بالموضوع يا عمتي فضة. في أمور مثل الزواج من حق العقل يفكر، لكن القرار للقلب وحده، والقلب وحده من حقه يختار. عمتي فضة، يا عمتي فضة. ويش يا هيلة؟ الذبائح جاهزة، ودنا نحضر غدا الضيوف. يلا روحي لحقت. يلا حاضر يا عمتي. اعذروني، وأنا وعد راح نجي نساعدش يا عمة فضة. لا يا رباب، أنتوا ضيوف، روحوا خذوا الخيول وتمشوا في القبيلة تعرفوا عليها أكثر. وعد. نعم يا عمتي. روحي مربط الخيل وخذ لش فرسين، واحد لش وواحد الرباب، ولفوا بالديرة. يلا يا رباب نتسابق بالخيل واتحداش تسبقيني. يلا. يا كايد، راشد ما وده يفهم، خبرته البارح وأبى يسمعن. صحيح ان راشد هذا ما وده يفهم. اللي ذابحني ابن الدواج راح يكون شيخ على اكبر قبائل العرب. اخ، انا من زمان ما طيقه. ارخص لي يا شيخ، ارخص لي. راح اسال الشيخ سالم متى نعاود ديرتنا. قبل ما تمشي يا كايد ودي احكي معك بسالفه. وش السالفه؟ كان ودي ناسبك يا كايد، واخطب اختك رباب على سنة الله ورسوله. ها، وش قلت؟ الساعة المباركة يا شيخ، وحنا بنلاقي أفضل منك ولا عز منك ولا أغلى منك؟ أكيد لا. ودي شاور البنت يا شيخ ورد لك خبر. ارخص لي. أكثر الخير يا كايد، شاورها. اسمع يا ولد يا وضاح، انا عندي لك امانه ودي اعطيك اياها، وهالامانه تخصك. وش هي يوبا؟ هالحين تعرف. فضه، يا فضه، يا ام راشد. هلا هلا يا بعد عيني. امر، خذي وضاح وانطيه الامانه اللي عندك. حاضر يا الغالي، تعال معي يا وضاح. تامر يا خال. ودي أعرف يا وعد، ليه رفضتي راشد؟ وين رح تلقيه مثل راشد؟ قلبه ما يهوى يا رباب، وقلبي ما يهوى راشد. راشد أخ وغالي، لكن ما أتمناه يكون راجلي. وما اللي تمناه قلبش؟ وضاح؟ وضاح؟ إيه يا رباب، وضاح. أخيراً قلتيها بلسانش، وش دراش إن وضاح يهواش؟ إيه صحيح يا رباب، أنا للحين ما عرفت وضاح يهواني ولا لا. خذ هذا يا وضاح. وش هاي يا خالة؟ هذا ذهب، زينة أمك حمدة الله يرحمها، عطاني إياه الشيخ ضاري من بعد مقتل حمدة رحمة الله عليها، وقال يا فضة أمنك أمانة تعطين هذا الذهب لولدي وضاح لو عاود من بعد موتي. آخ، لو تعرف يا وضاح، عمره ما فقد الأمل إنك ممكن ترجع، وهذا الحين صار لك وحقك. خذ يا وضاح. رحمة الله عليش يمه، وأنا أشهد يا خالة إنش وفيتي وكفيتي وديتي الأمانة، بس وش راح أسوي بيه؟ خليه لش هدية مني، ما وراها جزية. لا يا وضاح، هذا الذهب حقك، ولو ودك تهديه تهديه لمرتك، مرتك أولى وأحق بيه. بس أنا ما تزوجت. إيه أعرف يا وضاح، وإن شاء الله تتزوج أنت وراشد في يوم واحد. بس أنت قول لي، البنت اللي ودك من بنات العرب وأنا أخطب لك إياها، إلا إذا في حد يدور في راسك يا ولد وأنا ما أعرف، خبرني بكلم أبوك الشيخ ضاري وبنروح الحين نخطب لك إياها. والله يا خالتي أم راشد، تراك المقام أمي رحمة الله عليها، وما خبي عليش سالفة. القلب ميال البنت من بنات العرب الأجاويد، وأعلمك في حينها عن اسمها. هين يا وضاح،
طلعت ما انت بقليل ولا هين، ومن سعيدة الحظ اللي حصلت فارس القبيلة. وعد. وعد؟ وعد مني علمش بالسالفة في حينها، والحين خلي هالذهب عندش أمانة لين يكون له لزوم، والحين الخصيل يا خالة. أمان الله. روح فمان الله، روح ربي وقلبي معاك يا وضاح. السلام عليكم. وعليكم السلام. هلا بصقر أخوي. خير وش ودك؟ استموحة منكم والمعذرة، والله ودي أهرج مع رباب بأمر هام يهمني. تفضل يا أخوي، ما في أحد غريب، وش تبى؟ والله كان ودي أقول يا ناعم الخدين قلبي معك والعين تشتاق لك والنفس للزين مجوعها لهيب النيار يا زين طعنه بابو حدين يا من يعين النفس توصل لمطلبها. ذا مطلبك لا فيه عيب وردي زين، فارس ونشمي ولك هدات نسمعها، ومن طال فيك بشبر ترد الشبر شبرين، وعلى دروب الجود دايم تشجعها. يلا يا وعد. الحمد لله الحمد لله وافقت على طلبي الفاتح. يا لا لا يا لا 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 يا لا لا، مرحبا يا أعز ضيوفنا، نار الأشواق والله عذبتنا، يشهد الله رب العالمين. يا هلول جات راسب هالزامل. ارحب على الراس حي ضيفنا الغالي، حي ضيفنا الغالي، ارحب على الراس حي ضيفنا الغالي، حي ضيفنا الغالي، ارحب يا راسي على الراس يا الغالي. على مش يا هيلة، صوته زين خليه يسلينا. اي خبريها يا عمة، وكاد انها تحقد علي لان صوته زين وصوتها شين. صوتي شين يا المخبول؟ ألامكم انتو، ما تعرفون عنا ضيوف يستنون الغذا قاعدين تتهاوشون؟ يا حيف عليكم. يا خيتي يا فضة، هم دوم يتهاوشون؟ إيه يا هلالة أعرف، بس اليوم عنا ضيوف، يعني ودكم تفضحونا قدام الضيوف؟ السلام عليكم. وعليكم السلام والرحمة. كيف يا شيخالة فضة؟ الحمد لله، شخبارك يا شيخ؟ شيخ؟ وين الشيخ؟ انت يا وضاح شيخ ولد الشيخ. انا شيخ؟ إيه ذكرت، إيه انا شيخ ولد الشيخ. تسلمي تسلمي يا خالة، ويسلم راشش ويسلم هالمصون، ترى مصون زين من بقشة البقشتين لكن يستاهل راشش والله، تراك فضة يا خالة وانت فضة، اسم على مسمى وانا اشهد. تسلم الله يخليك. إيه. يا بعد عين. وين حمادي؟ حمادي وينه؟ وش ودك يا شيخ وضح من هالمنيع؟ انا موجود. ودي اياه بسالفة، وينه؟ وين راح؟ حمادي راح يجيب حطب وكاد الحين يرجع. إيه. استناه استناه. هلالة على مش تبكين؟ يوم شفت وضاح وهو رجال تذكرت أم حمدة رحمة الله عليها. رحمة الله عليها. الله يا وضاح، نسيت أقول لك، عمتك هلالة كانت قريبة كثير من المرحومة حمدة، وحتى المرحومة كانت تعزها كثير وتحبها. الله يطول بعمر الشيخالة هلالة، وإن شاء الله في تالي الأيام تسولفي لي عن أمي، تراني مشتاق لذكرها والله. إيه يا وضاح، أمك ما في مثلها بين حريم العرب أبد، رحمة الله عليها. رحمة الله عليها. رحمة الله عليها. حمادي لفا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ها أما في الضح هذا واحد أب رجاء غاية الرجاء اعذروني من حطابة ثاني مرة. ليه بس؟ أنا تعبك بين حطب بين حنشان وعقارب وحيات، لقصني عذبني هذا. وش تقصد يا حلمني؟ ها؟ وش تقصد؟ مقصود حاجة بس يعني خبر معي ويعني أدرى. اكسر الهرجي المنيع، الشيخ وضح وده إياه.